سميتي يوسف، المهنه ديالي حلاق. كما كتشوفوا تهاجموا علينا واحد 3 ديال الاشخاص مسلحين بسلاح ابيض، ضربوا الدري صاحبي اللي معايا خدامنا في الخدمه، تهاجموا علينا في الصالون، ضربوني حتى انا وضربوا هو، ولكن الحاله ديالو راه خطيره بزاف، راه كاين دابا في السبيطار، الحياه ديالو بين الحياه والموت. المهم ضربوا، نهرسوا كل شيء، ضربوا المحل، ما خلاو فيه شي حاجه صحيحه، هرسوا الماتريال كامل. المهم دابا دخلوا رجال الشرطه وراه مشدوهم، دابا راه معتقلين، والدري راه الحاله ديالو صعيبه. المشكل خلاف بسيط، انا حاسه بالطونوبيل فركوا عندنا في باب المحل، هضر مع الدري قال له حايد الطونوبيل، راه ما بغاش يحايد له الطونوبيل، نهضت مشاكل بحال هيدا مع بعضياتهم فارقناهم. اللي جا عاود تكرر المشكل وجاب صحابه وجاب الدراري مسلحين بسلاح ابيض وهجموا على الدري وهجموا عليا وهجموا على ماح. الترابي جاوا في يدو، راه صبعو كان غايطير، يعني ضربو في يدو، عصبان ديال يدو مشالو، وعندو الضرابي في راسو، ضربه في عنقو راه خطيره بزاف، راه الحياه ديالو حرجه بزاف، الحاله ديالو حرجه، مره كيفيق مره كيغيب. حنا الطلب ديالنا من السلطه تاخذنا حقنا في هاد الناس اللي عملوا لنا هيدا، علاش هادشي هذا ماشي ديال ولاد الناس وبغينا حقنا يتخذ. باش ما عاملين لهم والو، ما عندنا معاهم حتى شي حاجه. هذه يعني محاوله سرقه عمدا، هذه اللي عملوا هادشي هذا محاوله القتل.